من جينا من الخصوصة ديال الخصوصية ديالها بأنه عائلة واحدة. شوشة عائلة واحدة. اللهم آمين. السلام عليكم. الشعب الرحمن الحقي.
قابلي وأبنائنا الذين يشتغلون فيها في هذه الخزانة الرابعة بالمدينة سنستمتع بالسماع إلى أول مداخلة وهي شهادة سيلقيها السيد ولي يزيد القادري يعني نيابة عن والده مراد الوطن عبد الواحد القادري ومعلوم أن سيد عبد الواحد القادري بن ولي يزيد هو كان أمين صندوق كان هو الأمين صندوق لمكتب الحركة الوطنية لمدينة الجديدة وكان كذلك من الناس الذين اعتقلوا في 1950 وسجنوا وحكم عليه بالسجن لأكثر كان المكتب كان من القادة إلى جانب سيراقي وكان من القادة الكبار الذين قطعوا الحركة الوطنية بمدينة الجديدة يتفضل ابن ديالو ابن السيد واحد رحمة الله عليه السيد مولاي يزيد القادري ليكون كلمة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سيد مندوب السلمي بخدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير سيد رئيس جامعة شعيب بكري سيد عميد كلية الآداب والعلوم المثالية سادة الأساتذة الأشباء معشر حضور كريم يغمرني شعور عظيم واعتزاز كبير بالمشاركة باسم مؤسسة عبد الواحد القادري في تنظيم هذا اليوم الدراسي بتعاون وشراكة مع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء الجيش التحرير وجاء جامعة شعيب التكري وكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لها في موضوع الحركة الوطنية والمقاومة بمنطقة دكرة بمنطقة دكرة في هذه الأيام الغراء التي يخلد فيها الشعب المغربي قاطبة من طنجة إلى الهويرة الذكرى 57 لعودة بطل التحرير جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله طهاه من المنفى إلى أرض الوطن حاملا بشرى الانتهاء بعد الهجر والحماية وبزوغ فجر الحرية والاستقلال بعد سنين مريرة من الكفاح البطولي الذي خاض غماره الشعب المغربي الأبي بقيادة عشر عالمي المجاهد وإنها مبادرة مباركة لاستحضار أمجاد تاريخنا الغني بالدروس والعبر والقاطع بالقيم والمعاني وتسليط الضوء على الاستهامات الوازنة لمنطقة الدكرة في مسلسل الكفاح الوطني وإسهامات نسائها ورجالها في الدفاع عن حمى الوطن وحياضه ومقدساته الغالية ولا شك أن حضارة الدكرة المجاهدة مشهود لها بالبطولات والإنجاز فكل الوقائع التاريخية تشهد على أن هذه الأرض معطاء حافلة وذاخرة لرجالات مشبعين بالروح الوطنية العالية والتضحية والفداء بذلوا الغالي والنفيس في سبيل تحرير وطننا العزيز من نير الاستعمار ملتفين ومجددين وراء بطل التحرير المصروف له جلالة الملك محمد الخامس نور الله ضريحه وقد واصل أبناء دكالة على غرار باقي أبناء الوطن بكل عزم وإيمان المساهمة في جهاد أكبر مسيرة البناء والتنمية المباركة التي قادها باني المغرب الحديث صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله طهاه ووارث سيره صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله الذي جعل المغرب بحكمته وتبصره ينخرط في مسلسل الإصلاحات ومسار ديمقراطي متنمي أضحى محط إعجاب وتنميه وإشادة من طرف المجتمع الدولي وإنها كذلك
لمناسبة كريمة أيضا نعزز من خلالها ما يجمعنا من مندوبية السامية لقدماء المقاولين وأعضاء جيش التحرير من برامج عمل مشترك مقاومة وجيش التحرير وإشاعة روح التواصل مع الأجيال الصاعدة لتسجيل هذه الروح الوطنية الخالصة والصادقة ونشر قيم وطنية إيجابية الفاعلة والمسؤولة في صفوف الناشئة والشباب. شكرا سعد وحدك وننتقل إلى استماع إلى شهادة عزيز علي لأنني تعاملت منذ 93 مع هذا الشخص وزملائه وأصدقائه في حركة الوطنية وكنت أريد أن أتعرف على بعضهم مع كامل حسب تأخر ذلك لكن اليوم نتعرف ونستمع بشكل مباشر من أحد أكثر هذه الحركة وهو سيدريس مصطفى. سيدريس مصطفى هذا حسب ما طلعت عليه وثائق الحركة الوطنية بمدينة جديدة يعتبر صحبة قاسم سي قاسم العراقي من قادة هذه الحركة الوطنية. إذا كان جانب سي قاسم العراقي كان هو الكاتب الأول للمكتب الوطني كما كان مراسلا لجريدة الهلال وكان مديرا للدراسة الحرة التي أسس إلى جانب سعد الرحمن المسفر وآخر مدارس أخرى أعتقد صفار مدرسة الصفار وصار حرة في غيرها ثلاث مدارس كانت في مدينة الجديدة كانت حركة وطنية وصاهرة على تنظيم هذه المدارس واعتبرها شكلا أساسيا لإشكال النظام. سيدريس مصفر سنة 1953 أثناء الهجمة التي مارستها الإدارة الاستعمارية للمدينة الجديدة على الحركة الوطنية ألقي عليه القبض إلى جانب كثير من المناضلين منهم القادري ومنهم آخرون وميزته هو أنه إلى جانب سيدي قاسم العراقي تم نقله ونقله إلى مدينة الظلال ومنها أدخل صحبة العراقي إلى سجن بالو الكردوس صحبة الذي كان مجمعا للحركة الوطنية عامة. وسيد عبد الرحمن مصفر سيدريس مصفر كذلك كانت إلى جانب هذه العائلة كلها كانت عائلة مرضية من مصير عبد الرحمن مصفر إلى لا مرضية مصفر الأستاذة ماجدة لم نسمعها إذا كانت تتحدث عن هذا الرضية مصفر عامة سيدريس مصفر وهي زوجة سيدي قاسم العراق إذا نحن أمام واحد مجموعة من العائلات تغذت بالأعمال الوطني وتشبعت فيه وناظرت من أجل هذا البلد الكريم لسيد بريس. الحقيقة أنا أولا أقدر كل شيء أشكر هيئة المنظمة لهذا المدراء التي سمحت لنا حقيقة بالتقديم وأنا أعددت مداخلة كبيرة لأن تبينت أنها تأثير كبير في الحركة الوطنية الجديدة ولكن نظرا لذلك الوقت الذي ناول لفضل تبين لي بعد التصريح أنه يضم أمر حزبي لتنظيم إدراك عام شامل
يوم 2 ديسمبر. طلبت من أحد حبيب مسلم الدخول والاستراحة قليلاً، ولكنه أخبرني أنه مكلف من اللجنة التنفيذية بتبليغ أوامر الحزب إلى الفروع في الجنوب، وأنه سيواصل طريقه في الحال إلى أسد. فتعاقبنا وتمنى كل واحد منا الأخر التوفيق. في الصباح الباكر كنت الساعة 7 صباحا توجهت لمنزل أختي لخصم العراقي وأبلغته الخبر كما أطلعته على الأمر الإيجابي. وفي الحال دعينا لاجتماع عاجل لأعضاء أسر الفرع للاجتماع، وسألنا في البيت أحيد المرحوم سي عبد الواحد القادري الذي كان مريضا، وضمن الاجتماع أعضاء من أسر الإخوة سي قاسم العراقي الحاج محسن الشرع سي عبد الواحد القادري عبد الله المعامي العربي السنوي الحاج عبد الله بن ابراهيم خالد الرياض الاستاذ محمد تاجي وابليس بن سبه. ووزع الاعضاء بيننا كل تكلف بما بمهمه، وفعلا نجح الادراك نجاحا باهرا، بحيث خرجت صحبه سيدي قاسم العراقي رحمه الله، وقمنا معا بجوله عبر مدينة جديدة على متن سيارة كانت المدينة شبه مكتة لا حركة فيها، دكاكينها مقفلة وشواغلها خالية بالمرض. وبمجرد رجوعنا إلى البيت بدأت وفود الإخوات تتطابق علينا لإخبارنا برد فعل السلطات الفرنسية التي بدأت بتكسير أبواب الدكاكين المغلقة واعتقال الوطنيين للذات. وفي التي اضطر التجار الى فتح متاجرهم. في الاخير لا اطير في هذا الكلام، انما صدر الامر باعتقالي واعتقال سيدي قاسم العراقي بطبيعه الحال، وبسائر الاخوان كثير من الاخوان الذين القي عليهم القبض، واولهم كان سيدي عبد الواحد القادري، استاذ محمد تاجي، احمد الصغيري، يعني عبد الله المعامي، العربي الزبوري، كلهم كانوا شيخ حسين اليومي إلى آخره. كانوا قرروا فيما بينهم أن لا يتهموننا قاسم العراقي ولا لا، بأننا حرمنا التلاميذ على إحراق الكنيسة ليقدمونا للمحكمة العسكرية، ولكن من بعد خطته بالفشل وتبين أننا الحمد لله نامور والتلاميذ كانوا القول فضل على 4 تلاميذ بمدرسة الصباح الحجرية على أننا حرمناهم على إحراق التلميذ. وتبين في الأخير أنهم كلها كانت مؤامرة مهيئة الله تعالى، وقرروا في الأخير أن بعد اعتقالنا ما كنا 15 يوما تقريبا بالسجن الصوار مثل تقول الصوار، وبعدها نقلونا الى ال محمد، الى ال محمد 20 كيلومتر بعد من الظلام، وقضينا هناك تقريبا سنه. بعدها اي بعد الدوره الفدائيه الكبيره لمارشي سنترال نقلونا إلى أقبال القدوس بدعوى أنهم يجمعون، وفعلا كانت من نعم الله علينا أن اجتمعنا لقادة الوطنيين منهم أذكر
محمد الفارسي أبو الشيخ مختار السوسي ودنيس الحمدي ومهدي بن بكة، كلهم كانوا حقيقة من فضل الله علينا أننا اجتمعنا بهم واستفدنا كثيرا وأطلق سراحنا قاسم العراقي وأنا في فاتح يناير 1954 فاتح يناير 1954 وهكذا الله تعالى مجهود الله تعالى أن نوفق المغرب المطالب إلى ما يضمن له الازدهار وكفى. السلام عليكم ورحمة الله. ولا عشرة تقرر الجهاد المركزي للمقاومة
لتخفيف الضغط أن يعتبر منها. خلي الجنة ناقشنا سيسنية مصطفى الله يحفظه وعلانا وسيدي محمد والزوين هانا في الأم الأولاد اتفقنا على أنه غادي نشوفوا خلايا سيدي في الأم الأولاد طاق كنت أنا دائما ما كذا مع الأولاد لأولي كانت حاجة تقلالية اللي قالوا لي مانا أنا كنت فانا هذا مهمة وفي أنا سيغل لأن أنا مات ليش تقولوا كتلان الطلبة كان مفتريا جيت أنا سيغل الأولاد ونشعنا خلايا المقاومة ونشتفلوا وشمع الطلب حلينا واحد ديال سيدي مدرو من عمال واشتاقوا الناس المقاومة حتى فتحنا فتحت لك دار بيضاء وخطينا لبحث الدار بيضاء وجابوا لك سيدي منظور للعلاقة وسيدي منظور غير جوج شهداء ماتوا تحت التعليم لعلمكم جوج شهداء سي حسن النصر بن توبي يعني بالجنوب كان الدار بيضاء وعنده علاقة بالأمانة وسي مبارك الصحاوي هذا كانت مئنة ديالو بالجهاد يحفظ الأمر عنده متفجرات كان في جودنا يعطينا المتفجرات عنده هو لما حصل واحد من المجموعات ديال المتفجرات بقاو الرقم ديالي يعني المتفجرات اللي كيعطيهم بوسطة هي هذه هاد الجوج ماتوا مسكين من الروح تحت التعليم أمام عيني أمام عيني إذا المقاومة تمنياتنا أن تستعرض بحاجة قلت في المجالات السلمية اللي هي كما قلت محاولة الفساد والفقر والشر إلى آخره